استمرار استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية في عموم المدن والمحافظات ومصرف سوريا المركزي يصدر تعميم مفاجئ يلزم المصارف بعدم توزيع أرباح عام 2023 على شكل سيولة نقدية وإنما على شكل أسهم مجانية، وخبراء ينتقدون القرار وصعود قياسي لأسعار الذهب في الداخل السوري على خلفية صعود سعر الأونصة عالميا. كل ده وبالتفصيل هنعرفه مع بعض من خلال الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولتنا اليومية لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية. بس زي ما احنا متعودين قبل ما نبدأ الجولة ما ننساش نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، ففيها الخير والبركة. ويلا بينا نبدأ. أهلا بيكم. استقرار وهدوء لسوق الصرف في سوريا على خلفية استقرار سعر الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية في عموم المدن والمحافظات خلال تعاملات اليوم السبت 17 فبراير 2024. وبالنسبة للنشرات الرسمية، سجل الدولار في نشرة المصارف التي تصدر عن البنوك 13000 ليرة، بينما سجل الدولار في نشرة الحوالات والصرافة التي تصدر عن المصرف المركزي 13200 ليرة. وسجل الدولار في السوق السوداء استقرار ليسجل مستويات 14650 ليرة للبيع و14450 ليرة للشراء. وبحساب السعر وفقا للسوق السوداء فإن ال100 دولار هتساوي 1,445,000 ليرة سورية. وفيما يتعلق بأهم الأخبار في الداخل السوري، مصرف سوريا المركزي يصدر تعميم مفاجئ يلزم المصارف بعدم توزيع أرباح عام 2023 على شكل سيولة نقدية وإنما على شكل أسهم مجانية. وفي التفاصيل، أصدر مصرف سوريا المركزي تعميم ألزم بموجبه المصارف بعدم توزيع أرباح عام 2023 على شكل سيولة نقدية وإنما على شكل أسهم مجانية. وفي المقابل، اعتبر عدد من الخبراء والاقتصاديين التعميم مفاجئ، مؤكدين أنه سيضر بسمعة البنوك ويفقدها ثقة المدخرين. ومن جانبها، قالت الدكتورة لمياء عاصي وزيرة الاقتصاد السابقة إن التعميم الجديد لمصرف سوريا المركزي يدق مسمار أخير في نعش ثقة المدخرين في البنوك والقطاع المصرفي على حد قولها، وذلك بالاستثمار في الأسهم واقتناء أسهم بالبورصة. وأضافت الدكتورة لمياء عاصي في تدوينة لها عبر حسابها على فيسبوك، قالت فيها: إذا أردتم الانتعاش للاقتصاد السوري توقفوا عن التدخل به وإصدار تعميمات الخنفشارية. وفي المقابل، اعتبر الخبير الاقتصادي جورج خزام أن الفوائد القانونية التي يحصل عليها المودعين لأموالهم بالمصارف وكل المساهمين من حملة الأسهم المشاركين برأس المال الافتتاحي للبنك جميعها هي بالأساس خسائر مستقبلية برسم التحصيل وليست أرباح حقيقية، لأن معدل التضخم النقدي بعام 2023 كان حوالي 300% بينما معدل الفائدة هو 11%. وأضاف جورج خزام أن توزيع الأرباح على شكل أسهم مجانية إضافية وليس على شكل سيولة نقدية سوف يؤدي لزيادة المعروض للبيع من الأسهم من أجل الحصول على السيولة النقدية، ومعه انخفاض القيمة الإسمية للسهم الواحد بالبنك بسبب زيادة العروض بشكل أكبر من الطلب. وأشار إلى أنه في هذه الحالة سوف يضطر البنك للتدخل بشراء فائض العرض من الأسهم حتى لا تنخفض القيمة الإسمية للسهم الواحد، أي الوصول للنتيجة نفسها وهي توزيع الأرباح المستحقة نقدا. كما أوضح أن الزيادة بالعرض لبيع الأسهم سوف تكون زيادة جماعية لجميع البنوك بنفس الوقت وليست لبنك واحد، مما يؤدي لحدوث صدمة فائض عرض من الممكن أن تؤدي لانهيار سريع للقيمة الإسمية لكل سهم إذ لم يتدخل البنك نفسه بشراء الأسهم. ولافت جورج خزام إلى أن عدم توزيع الأرباح نقدا يعطي سمعة غير حسنة للبنك بأنه لا يوجد هناك ملاءة مالية كافية لتسديد الالتزامات، ومعه من الممكن أن يتخلى باقي حملة الأسهم عن أسهمهم مما يعرض البنك لخسائر كبيرة جراء سحب السيولة النقدية وكذلك تراجع قيمة رأس ماله. وفيما يتعلق بتحركات الذهب في الداخل السوري خلال تعاملات اليوم السبت، فقد عادت للارتفاع والصعود القياسي على خلفية ارتفاع سعر الأونصة عالميا. وفي كل الأحوال نتمنى تعافي الليرة السورية والاقتصاد السوري، ونتمنى تعافي جميع اقتصاداتنا في الوطن العربي، فكما نؤكد نحن جميعا نسيج واحد.
وبالنسبه لاسعار صرف الدولار في عدد من المدن والمحافظات السوريه خلال تعاملات اليوم السبت، سجل الدولار في دمشق 14650 ليره للبيع و14450 ليره للشراء، وسجل الدولار في حلب 14650 ليره للبيع و14450 ليره للشراء، وسجل الدولار في ادلب 15110 ليره للبيع و15010 ليره للشراء، وسجل الدولار في الحسكه 15110 ليره للبيع و15010 ليره للشراء، وسجل الدولار في منبج 14910 ليره للبيع و14860 ليره للشراء، وسجل الدولار في الرقه 14910 ليره للبيع و14860 ليره للشراء. اما فيما يتعلق باسعار صرف عدد من العملات الاجنبيه والعربيه امام الليره السوريه خلال تعاملات اليوم، سجل اليورو 15792 ليره للبيع و15571 ليره للشراء، وسجل الدولار الكندي 10869 ليره للبيع و10712 ليره للشراء، وسجل الجنيه الاسترليني 18449 ليره للبيع و18187 ليره للشراء، وسجل الدولار الاسترالي 9561 ليره للبيع و9416 ليره للشراء، وسجلت الليره التركيه 477 ليره للبيع و468 ليره للشراء، وسجل الريال السعودي 3912 ليره للبيع و3855 ليره للشراء، وسجل الدينار الكويتي 47577 ليره للبيع و46903 ليره للشراء، وسجل الدرهم الاماراتي 3988 ليره للبيع و3931 ليره للشراء، وسجل الريال القطري 4025 ليره للبيع و3967 ليره للشراء، وسجل الدينار الاردني 20289 ليره للبيع و20399 ليره للشراء، وسجل الدينار العراقي 11200 ليره للبيع و11047 ليره للشراء، وسجل الجنيه المصري 474 ليره للبيع و468 ليره للشراء. وبالنسبه لاسعار الذهب في الداخل السوري خلال تعاملات اليوم السبت، سجل جرام الذهب عيار 24 948 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 22 871 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 21 833 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 18 714 ألف ليرة، وسجلت أونصة الذهب 2014 دولار فاصل 10 سنت، وسجلت ليرة الذهب 6 مليون و709 ألف ليرة سورية اللي بتساوي 453 دولار فاصل 37 سنت، وسجلت أونصة الفضة 347344 ليرة سورية اللي بتساوي 23 دولار فاصل 46 سنت، وسجل جرام الفضة في سوريا 11168 ليرة. نكمل جولتنا لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية خلال تعاملات اليوم، واللي وصلنا فيها لأسعار صرف الدولار في لبنان، واللي سجل في البنك المركزي اللبناني 15000 ليرة، وما زال سعر صرف الدولار مستقر في السوق السوداء في لبنان عند مستويات 90000 ليرة للبيع و89000 ليرة للشراء. دي كانت جولتنا لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية. لو وصلك الفيديو ما توقفوش عندك علشان غيرك يعرف الأسعار ويعرف تحديثاتها أول بأول، تابعني وادعمني، أنا حسين علي هقدم لك كل جديد في عالم الدولار وعالم الذهب. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.